السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم محور حلقتنا كثير تكلمنا عليه من تأسيس البرنامج وبدايات البرنامج إلى اليوم، تقريبا من 2020 بداياته إلى اليوم، ورحنا داخلين على 24 نحكي على أزمة المياه. هاي الأزمة المستمرة، تعرف في يوم شهر أو شتاء بيه مطر شوية العالم تتناسى هذه الأزمة، ممكن تمشي بعض الأمور، تمشي بعض الأسابيع الأيام تكون ممكن موسم جيد للزراعة الاستراتيجية، ممكن واحد للأسف ينسى. لحد الآن حلول حقيقية لموضوع أزمة وشح المياه بالعراق ماكو. الأيام الماضية ممكن العالم، الإعلام، المجتمع ملتهي في موضوعة الانتخابات وهو حق دستوري، ولكن موضوعة المياه، أزمة المياه يوم بعد يوم قاعد تزيد صعوبة جدا، والمتضرر الأكبر والأكثر هي المحافظات الجنوبية، بل وحتى وصلت الأزمة ممكن على العاصمة بغداد. تعرفون استعدادات وزراعة وحرث وغيرها، الفلاحين كلهم منتظرين الموسم الاستراتيجي وزراعة الحنطة وغيرها من هذه الأمور، ولكن أكو بعض المصادر تقول أنه الريات ممكن ما تكفي، المياه ممكن ما تكفي، وممكن يكون موسم غير ناجح لا سامح الله. طبعا راح نناقش كل هذه الأمور. وأمس كان هناك مؤتمر صحفي لوزير الموارد المائية الأستاذ عون ذياب، وضح الكثير من الإشكالات بخصوص هذا الموضوع. نعرف شنو الأزمة، هل الأزمة هي داخلية، هل إحنا ممكن العراقيين ما يعرفون اليوم بيصرفون بحصصهم المائية، أو هو خلل خارجي أن دول المنبع ما قاعد تطينا حصتنا الكاملة والقانونية للعراق. هل هي اليوم أو سببين نقدر نقول، هو سبب خارجي وسبب داخلي. طبعا نرحب بالأستاذ تحسين الموسى والخبير المائي والزراعي. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا بك أستاذ ظفار، ربي يخليك. الله يحفظك ولكل جمهورك الكريم. وأيضا أرحب عبر السكايب من أربية الأستاذ عادل المختار الخبير المائي والزراعي. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل. اهلا وسهلا استاذ ظفر، وتحيه لضيفك الكريم مهندس تحسين. ربي يخليك، اهلا وسهلا بك. استاذ تحسين اريد ابدا وياك. نسيناها، او مو احنا نسيناها، اليوم الاعلام عموما، الجهات المختصه، ممكن اكو كانت تعرف انتخابات قبلها امور، نجاح الموسم الزراعي السابق ممكن نستنا ازمه المياه في بعض الاحيان، كنا متوقعين امطار موسم مطري مو موسم جاف، ولكن الصدمه الان الى الان الامطار مو مثل ذاك المستوى. الان شنو وضعنا الماء بالعراق؟ بالبدايه اسمح لي ارحب بالدكتور عادل، شكرا جزيلا. حقيقه يمكن ايضا الدكتور عادل ايضا من الاصوات المرتفعه بهذا الجانب والتحذيرات، وتعرف من خلال برنامجك ومقدمتك هاي الغنيه اللي قلت احنا تحدثنا ولربما تاتي بعض الظروف تجعلنا نتناسى الموضوع بالضبط. خاصه انه احنا اليوم من نتكلم عن هكذا موضوع من الخطا ان نتناسى. يعني استدرجت على مؤتمر وزير الموارد المائيه اللي انا اعتبره متاخر، يعني هنا ليه متاخر؟ متاخر لانه لاحظ من خلال كلماته من يتكلم كنا نستهلك 48 مليار، احنا بالدراسه الاستراتيجيه سويناها 33 مليار، طيب شلون انا اقدم على خطه استراتيجيه وعندي 5 مليار متر مكعب؟ اتكلم عن التجاوزات اللي هي حديث متكرر دائما، وكانما هي التجاوزات العائق الوحيد. طيب احنا مثل ما قلت ملف داخلي وملف خارجي، يعني احنا خلطنا المؤتمر اللي خرج بوزير الموارد المائيه يعين على انه هناك فشل في المفاوضات الخارجية مع الجانب التركي وتعثر الملف. تابعت مؤتمر المناخ مع رئيس الوزراء اليوم؟ للأسف لا، ما تابعت اليوم نتائج ومخرجات. نعم، ظروف عمل كانت، يعني أكو اهتمام اليوم من أعلى سلطة تنفيذية بهذا الموضوع، دائما بأي تصريح يتحدث عن هذا الموضوع. احنا للأسف احنا نسمع هاي العبارات وفرحين أنه سيكون الملف بمتابعة دولة رئيس الوزراء، وهي نقطة صحية. نعم، هو الملف يكون بيد أعلى سلطة، لكن ننتظر نتائج، ننتظر أمور ملموسة على أرض الواقع. اليوم مثلا من تكلمنا على مؤتمر ليت أمس، هو وكأنما يوحي أنه نحن الآن في مشكلة. أنا أقول وزارة الموارد المائية في متاهة. نعم، الآن في متاهة، وما أحملها طبعا. أنا أحملها كامل المسؤولية، يعني وزير الموارد المائية بالنسبة للملف الخارجي يتعلق بالجانب الفني، ما يتعلق بالجانب السياسي والجانب البروتوكول اللي يكون بين الدول.
لكن خلينا نركز على الملف الداخلي، خلينا نركز على المياه، على استخداماتنا للمياه. يعني لا نزال نتعامل بالطرق التقليدية. من هذا المنبر الموسم الماضي أليست كانت هناك أنه لا يتم الموسم الزراعي القادم وبلسان السيد دولة رئيس الوزراء تكلم في واسط في أنه باستخدام التقنيات الترشيد ما يستخدم تقنيات لن يكون هناك يدخل ضمن دعم الحكومة ضمن الخطة الزراعية. هذه كانت خطوة جيدة، هي بدت لكن ضعيفة. جينا تنبأنا على أنه ستكون هناك سنة جافة، فكانت الخطة المروية 1.5 مليون للمحاصيل الاستراتيجية، نعم، وأربعة مليون من الآبار. بعد ذلك كان هناك مؤتمر لوزير الموارد المائية ووزير الزراعة على أنه سيكون هناك دراسة لزيادة الخطة الزراعية، كون أن المؤشرات وبلسان وزير الموارد المائية والتنبؤات تشير على أنها سنة رطبة. هنا الفلاحين بدأوا يستعدون، تفاءلوا الفلاح يعني، نعم، يراد لي يستعد، هي أرضه صحيح، هي أهم من عمليات الحراثة إلى عمليات البذور، والمناسبة كلها هي كلها بالأسواق السوداء، وصرف هذا الجهد الكبير وباشر بعملية الزراعة. وركز البارحة كان كلمة وزير الموارد المائية يقول الصور الجوية تشير على أن هناك تجاوز في مساحات كبيرة. يعني أنا أعرف ربما العدد قال ما قدر يذكره لأنه الرقم كبير، هذا تتحمل لأن هي الوزارة نطقت قالت ستكون سنة رطبة وستكون هناك زيادة بالخطة. الآن نحن في وضع حرج، رية الإنبات لحد الآن لم تكتمل. رية الإنبات ما مكتمل، أهم رية، نعم، رية هي الأهم، هي هذا بالنسبة نعم. للزراعة نعم. أنتقل إلى أربيل مع الأستاذ عادل المختار. أستاذ عادل، أزمة، وانت قاعد تتحدث باكثر من فضائيه، شفت لقاءاتك بالايام الماضيه تحذر من ازمه كارثيه الصيف القادم. امس طلع وزير الموارد المائيه تكلم عن بوادر هذه الازمه. الى متى يستمر التعنت التركي وتحويل ملف المياه العراقي الى ملف سياسي؟ شكرا جزيلا لحضرتك على هذا السؤال المهم. بس اول شيء اريد نذكر حضرتك باخر لقاء معك، تتذكر؟ نعم، كان ممثل وزارة الموارد المائية، من قلت وصريح العبارة، قلت المفروض ما نزرع هذا الموسم حنطة وشعير، وانت وابو الموارد المائية اعترضتوا، قلت غلط لازم نزرع، وشلون لعاد، تتذكر؟ شو اسوي للفلاح اللي ما يزرع؟ شلون يعني؟ هسه راح استمر وياك. الفكره كالاتي، اليوم الوضع خطر، اليوم اسوأ خزين نشوفه في تاريخ حياتنا، اسوأ خزين متدهور بتاريخ عمرنا، ما شايفين هكذا خزين متدهور، تصريح نعم. واضح. نعم. طيب، اليوم الايرادات من تركيا تقريبا متدنيه جدا. على نهر دجلة أقل من 250، وعلى نهر الفرات أقل من 200 متر مكعب، وهي أرقام متدنية جدا، رغم الأخبار أنه اليوم أو البارحة أكو فزيادة، لكن هذه ما تشكل شيء. نعم. الشيء الثالث اللي أرد أقوله، اليوم راح نخلص شهر 12، الأمطار تكاد تكون غير متوفرة. صحيح. تخيل أمطار ماكو، المطرة الأولى دشوف كل فقرة دانطيك تفاصيلها، المطرة الأولى الأنواع الجوية تقول ضعيفة، المطرة الثانية وزارة الموارد المائية تقول ما زيدت المناسيب المياه عندنا، نعم، والمطرة الثالثة اللي حاليا أنا في أربيل وما شفت ذيك الأمطار، يعني تجي ساعتين وتروح أو ساعة وتروح، وهي ما تشكل شيء لحد الآن، أنا أقول أيضا ضعيفة لأن نعم. أنت ما عندك خزين. الخطوة الرابعة اللي حضرتك ده تعترض عليها، لحد الآن الفلاحين زرعوا 1.5 مليون دونم، إذا مو أكثر، زميلي مهندس تحسين واضح يعني أكثر مني بالميدان يمكن، نعم، ودي يقول لك واضح أنه الزراعة أكبر من هذا الموسم، واليوم هذا وضع الماء، منين راح تعطي ماء؟ هسه إذا مات الزرع تتحمله أنت؟ لا أستاذ عادل، أستاذ عادل، أنت مع فكرة أنه هذا الموسم يابا حذرت أكثر من مرة وعبر برنامج أرض السواد يابا لا تزرعون، المشكلة الفلاح المعتمد على الزراعة الاستراتيجية شو أسوي له؟ خلي جاوبك أني طبعا تصريحي مو هذا بالضبط، الفلاحين لا يزرعون، نعم، محافظة واسط، راح أجيك بالمحافظات وتذكرها مهندس تحسين، تتذكر من كانت حقول الدواجن تشتغل شو محافظة واسط؟ صحيح، حقولها كلها تشتغل، تتذكر لو نعم. لا نعم، ما نرجع مثل قبل، ليش؟
محطات الأبقار مو كانت كلها تشتغل؟ اليوم كلها عطلة، ما ترجعها تشتغل. التسويق الزراعي اليوم، اليوم التمر، التمر الهندي تريد منك 100,000 طن تمر، 10 سنين صار لها ما عندنا أحد يجمع التمر ويودي للهند مقايضة ويجيب آلة زراعية، تتصورني؟ نعم. وانتم تمجدون اليوم مشكلة جديدة راح أعرضها من قناتك من برنامج. تفضل. اليوم حشرة السوسة الحمراء، سوسة النخيل، سرطان النخيل، هذه نعم. ضربت بالسعودية خسرتهم بالملايين النخيل، موتتها ملايين النخيل؟ ملايين، واسمعها مني ملايين، واتحدى أي واحد يقول لا، ومو شرط سعودية، هواية دول ضربتهم وإحنا مو بيت القصيد. هذه الحشرة حتى تخلصها راح تقتلك بالمليون نخلة. شو تقول؟ رقم مفجع. ليش صارت هاي الحالة؟ ليش صارت؟ ليش صارت؟ ليش صارت؟ فتحوا النخيل، روحوا جيبوا استيراد، روحوا زرعوا. يا بهي مو العبرة تزرع نخل، العبرة زيد إنتاجية النخلة، أوجد التسويق للتمور، هي هاي الأساس. أنت ما تشتغل بالأشياء الشكلية، تشتغل بالأشياء الأساسية. أستاذ عادل ولو إحنا عبرنا على موضوع النخيل، أرد أسألك سؤال. أمس مؤتمر وزير الموارد المائية شو تفسره؟ شنو؟ إنه دي نبهنا على بوادر أزمة؟ طبعاً مثل ما قال زميلي مهندس تحسين، واضح إنه إجى المؤتمر متأخر، بس أنا استوقفني في الموضوع. اتفضل. يعني مع الأسف كل الإعلامي اتفضل. لحد الآن دي يطمر، دي يطم البحيرات المتجاوزة. تخيل صار سنة ونص يطم بحيرات، وين كنتوا؟ دي تشوفوا بكل عصبية، شنو دوركم؟ سنين صار لكم تطموا بحيرات متجاوزة، واحنا نقول ماكو. عمر الوزير بالوزارة سنة وشهرين. اقول لك ماكو يا اخي، الوزير مو وزارة، الوزارة بها وكلاء تغيروا من جاء الوزير. لا نفسهم. الاستاف كله دا يشتغل نفسه اخي، هذا مصطلح يقشمرون الناس. الوزير يجي اكو دائرة وزارة كاملة ماشية بقالب، لو مغيرة للقالب اقول ايه انت ما حدثت شيء. إذا هذا القالب من سنين هو نفسه، أنت من يوم استوزرت لحد الآن صار سنة وأنت تطم بحيرات الأسماك، يلا ما راح أروح بعيد، ها؟ زين نعم. قال هاي متجاوزين، زين وين كنتوا يا وزارة الزراعة، يا وزارة الموارد المائية، بوزاراءكم المتعاقبين وين كنتوا؟ صار لنا سنين إحنا نعيط ماكو مي، والإخوان بحيرات متجاوزة بأكثر من سنة صار لا يطم بيها ويقول بعدني ما لحق. هو هذا عمل؟ نعم استاذ عادل، اكيد راح نرجع لك طبعا. احبه المشاهدين، عندنا التقرير ببعض المعلومات عن ازمه المياه الحاليه والمستمره والكبيره والصعبه، خلينا نشاهد هذا التقرير وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، نرجع مع الأستاذ تحسين الموسى. والأستاذ تحسين، تصريح وزير الموارد المائية، أريد أتوقف وياك بهذه النقطة. تركيا لم تلتزم بالوعود واللي كان متفق أنه 500 متر مكعب بالثانية على نهر الفرات، نهر دجلة، وما التزمت بهذا الموضوع. ذكر شنو اللي لزم تركيا؟ ما لا وعد، لا هذا برنامجنا، عندنا ذكريات، عندنا مواقف نسجلها نضيع. نعم. ويا جنابك من قلنا تركيا راح تزيد من حصارها على العراق في سبيل تاخذ مكاسب اكثر. شنو المكاسب اللي قاعد تاخذها؟ ليش 24 مليار دولار ميزان تجاري؟ ليش داخله بالعمق العراقي تلاحق معارضينها وحزب البككه وغيره
ليش حتى تأثيرها بالقرار السياسي ما موجود؟ يعني عند بعض الأطراف هذا موجود، يروحوا له ويبوسون به هذا موجود لو ما موجود الأردوغان، هذا كله إضافة إلى ذلك. اليوم تركيا تبحث عن، إحنا صرنا الحلقة الأضعف، إحنا اليوم الحلقة الأضعف بهذا الملف، وإحنا من قلنا الملف من يكون بيد على سلطة حتى سيد دولة رئيس الوزراء يحتاج إلى إرادة وطنية. تعرف اليوم إحنا العملية السياسية عملية توافقية، نعم. يعني نحتاج إلى إرادة وطنية. لحد هاللحظة أنا أشوف ماكو شعور سياسي بأزمة العراق، مو أزمة العراق، أزمة مياه عالمية. طبعا خلنا نتوقف عند نقطة، الأزمة أزمة كونية. اليوم أكو تهديد كوني للإنسان بمسألة المياه. طيب تكلمت سألت سؤال أستاذ عادل، قلت له إحنا اليوم كل المجتمعات من إجت تعالج هاي الأزمات ما تبحث عن وحدة المساحة، تبحث عن وحدة الإنتاج. اليوم إحنا مو نزيد مساحات ونستهلك مياه وإنتاجنا ضعيف. صحيح. إحنا وحدة الإنتاج حتى الآن ما وصلنا له. هذا جانب. الجانب الآخر اللي تكلمت عنه، إحنا من نعد دراسة. مثلاً هسه أستاذ عون تكلم عن دراسة من 2016 ل 2035. هاي الدراسة يحتاج لها تحديث مع الظروف، يعني الاقتصادية. متغيرات على غفلة ليس التغيير. اللي تصير. زين طيب احنا من اجينا الملف لحد هاللحظة احنا نقول استاذ عادل دكتور عادل احنا عجزنا بالملف الداخلي بمعالجي، كيف نذهب نعالج على كل حال الوضع؟ نعم. مو مستحيل، الوضع مو مستحيل، لكن اقول لحد هاللحظة يعني ما تكفي صور النهار. انا اكو شيء اخطر من هذا، انا ما خايف من هذه، هذه الصور جنابك والاعلام يشوفها، انخفاض النهر، انخفاض السدود. هي من نروح ناخذ من الثرثار الامر يخوف، لا من توصل مرحلة الثرثار. الخطر بالمياه الجوفية اللي دا نستهلكها، المياه العذبة، واللي خاصة احنا اليوم المفروض المياه الجوفية بنستخدمها وفق بيانات انه على استدامتها مو نستنزفها، وايضا بنفس الوقت ماكو عدالة. مثل ما تفضلت الوسط والجنوب مضرر اليوم، صح، دا يدفع ضريبة، دا يدفع ضريبة بالبيئة نتيجة الأمراض والتلوثات، أقل جودة المياه توصل، دا يدفع ضريبة بالهجرة. لاحظ دا يدفع ضريبة اليوم بزيادة نسبة البطالة، دا يدفع ضريبة بتصحر الأراضي. هذه كلها الأمور إحنا اليوم لولا أطلاقات الكارون للآن كارثة بالبصرة. إحنا من نتحدث نقول إنه وزير الموارد هي مو جديدة هذه، يعني التحذيرات أنت من موسم الرابع وجنابك نقطة مهمة جدا، أنت أجيت تسد عجز الفرات من بحيرة الثرثار. صح. مع العلم إحنا كل إحنا متفقين ولا يجادلني بحيرة الثرثار في بعض الأحيان حتى غير صالحة للزراعة. هاي اللقطات من بحيرة الثرثار حتى غير، نعم، صالحة للزراعة في بعض الأحيان. نعم. أنت اليوم أخذت من الجزء الميت وجبت مضخات عائمة، صح، واستهلكت زينيات. واستهلكت، نعم، أموال، وهذا كله في سبيل السد العجز بالفرات. إيش يسوي وياك؟ وإيش يسوي يعني؟ أنت تكلمت البديل. نعم. البديل طبعاً إحنا هم اليوم نتحدث عن الأمن الغذائي، صعب اليوم إحنا ما تقدر مثل ما تفضلت الآن أكو تهديد للكرة الأرضية لا سمح الله، أوبئة لا سمح الله، يصير إغلاق. فإذا هذه العملية تحضيراتنا لها شنو؟ وليش إحنا نحدد مسؤولية بجهات معينة؟ إحنا من قلنا مجلس السياسات عيد يا جماعة، مجلس السياسات عيدوا مجلس المياه الأعلى شكلوا، هذا ما يرتبط بالوزارة، هذا هو اللي ينطي للوزارة. حس تبدل وزير تبدل غيره، نعم مؤكد عليه اليوم أبد ما حمل وزير فشل، الوزارة بمدراها العامين، الوزارة بوكلائها، نعم، هم اللي يرسمون. إحنا اليوم عندنا خلل بصانعي القرار، هنا المشكلة، هذه لازم نعالجها، لازم نوضع لها حد. إحنا ما نتكلم على، أتذكر من كنا نقول ملف المياه أخطر من داعش طبعا من منبرك قبل إيش، نعم، قد قلنا من بداية 2020 البارحة نطق به السيد وزير موارد المياه، البارحة نطق به، أنا شفته متألم، صح، وفي، نعم، في حيرة، نعم، وأنا أقول يعني الله يعين. وبالمناسبة هم دا يبذلون جهود، لكن اليوم يحتاج مصارحة. اليوم وزير موارد، يعني اليوم الصعوبات أكبر من الموجود لدى وزارة الموارد المائية. إحنا أنا قلت لك في البداية هي في متاهة، هي في وضع حرج جدا. نعم، خلي أنتقل للأستاذ عادل. أستاذ عادل، أريد أعرف اليوم التعنت التركي اللي البارحة وزير الموارد المائية تكلم على موضوع تركيا، وأيضا تكلم على موضوع إيران، إيران بموضوع موقفها نهر الكارون وغيرها موقف جيد نوعا ما، ولكن اليوم الموقف التركي اللي حقيقة أثر تأثير مباشر على العراق. تركيا شو تريد من العراق؟
شكرا جزيلا على هذا السؤال الرائع، بس أرد أعلق أيضا. يعني أنت دا تحكي الموقف الإيراني جيد جدا ورائع، شنو الرائع البيت؟ فتح نهر الكارون. بالضبط، كم نهر بيننا وبين إيران؟ نعم، الآن أكو أزمة. لا بسمح لي، بسمح لي، 42 نهر. نعم، كلها أنت ما راح تتفاوض عليها، لكن راح على الكارون وتبدي تصيح الكارون أخي الكارون عندهم مي وفتحوا لك إياه، باقي الأنهار ماكو مي. خلينا نكون صريحين. أستاذ عادل، أعطينا أقل من دقيقة. أستاذ عادل عذرا، اليوم شنو اهم نهر مرتبطين احنا وايران به؟ نهر الكارون اللي لا هو اذا ما موجود نهر الكارون ودفعات نهر الكارون لا رجعنا الى ايام 2016 الازمه اللي بالبصره واللسان الملحي والكرخه وسيروان. يابا احنا خلينا نحكي بصوره عامه، ما تحكي لي بس فقره انت رايح على تحليه مياه او دفع اللسان. استاذ عادل، استاذ عادل، استاذ ظفر، نعم تفضل. ترى اكو رايحين لمصيبه، احنا مو جايين نبرر، ماكو اي تبرير، اكو مبدا اسمه تقاسم الضرر. احنا تقاسم الضرر، ماكو تظاهرات بإيران على ازمه المياه ويوميا الجانب الغربي من ايران تظاهرات. اوصل لك الفكره. نعم، وجوز 42 نهر، 41 نهر مقطوع، وانت كل ساعه تقول لي نهر الكارون نطوني، نهر هم نطوك وليس انت حصلت، انت ما مسوي شيء، هذا واحد. نعم، نرجع لتركيا. اليوم تعرف حضرتك الاطلاقات التركيه زادت اليوم؟ لو ما تعرف اليوم. نعم، والبارحة. طيب السؤال اللي أرد أقوله، هل تركيا عندها ماي لو لا؟ عندها يا أخي، تسأل أي واحد من اللي عايشين في تركيا، اسألهم. يابا أكو أمطار؟ يقول لا. أكو ثلوج؟ يقول لا. بعد شنو عندها؟ خزين استراتيجي، خزين كبير أستاذ عادل. خزين أجي وياك. تفضل. سد أليسو، سد أليسو اللي هو على نهر دجلة. نعم، هسه اسأل أي واحد أقول له قد بي؟ يقول له 50%. طيب ايش قد هو سد اليسو؟ حجمه شويه اكبر من سد الموصل، تتصورني؟ خلينا نقول يا اخي بالارقام، دا احكي لك انا، ما دا احكي يعني تنبؤات، بالارقام سد اليسو ب 50%. طيب ايش قد تعطيك وايش قد هي تبقى لها؟ يعني استاذ عادل، يعني من خلال كلامك انه الموقف التركي بموضوعة المياه موقف ايجابي تجاه العراق؟ يابا هذا احتاج كهرباء زيد الاطلاقات، هاي ما له دخل. السؤال اللي أرد وصله. نعم، الجواب اللي أرد وصله، اليوم هذه الإيرادات هي توصل لك. تتذكر احنا من الشتاء القادم قلنا لهم الله يخليكم للزرعون، للزرعون، لكن مع الأسف توسعوا إلى 12 مليون دونم، ما ظلوا يخزنون مي، فالخزين متدهور. طيب هذا الخزين اليوم ما عندك مي، لا انت لو من الموسم الشتوي المضى نغير اسلوبك، دائما اقول عيد النظر بالسياسه الزراعيه، كان هسه عندك خزين متاح بال 15 الى 20 مليار. طيب هسه ايضا انت توسعت بالزراعه، سويت 1.5 مليون وهم طفرت، زين هسه شلون مي ماكو؟ ايش راح تسوي؟ يا بني قاشات ترى واضحه، انت بعد لك 3-4 اشهر فقط استاذ ظفر، الواحد والثاني والثالث والرابع الخامس تبدي الحر. مشروع الجار بدك تصورني 4 اشهر، ايش راح تسوي؟ شو تقول؟ فندعو رب العالمين، بس هو الوحيد ان يمطرها امطار غزيره جدا حتى نتلافى الخلل اللي صار. واذا ما صار مطر شو نسوي؟ يعني قلت لك عندك 3-4 اشهر تعالج الامور. شلون اعالج؟ مثلا تعيد النظر بالسياسه الزراعيه، البستنه مالتك تعرف ايش قد تصرف؟ كم مليار؟ ايش قد؟ البستنه تصرف 3 مليارات، ما تفهمهم انه غير منظومات الري للبستنه، شركه النعمان العشاكو زرتوها ورحتوا يمها، شو تسوون؟ هاي واحد. اليوم الكهرباء النفط تعرف ياخذ من المياه المالحه ويحقن بدل النفط، هذه ايضا كميات مياه. انت اليوم تعيد النظر، تحرك القطاعات الميته، الزراعه، الدواجن، برنامج وطني، لان هذا يشغل الناس. مو انت الناس هسه راح تبطل منين وشلون تعيش؟ راح تهاجر. احنا تخوفنا من المستقبلي، مو تخوفنا منك انه خططك، احنا نخاف خططك، لكن اذا طلعت غلط الناس راح تهاجر من الريف المدينه. شو نقول؟ اقول لك شيء واحد، الله احلى. تتذكر نداء الارض؟ ايه، سويت حلقه انت، تتذكرها لو لا؟ نعم صحيح. هسه راح يموت نداء الارض، برنامج نداء الارض راح يموت، لان صيف ماكو مي. هسه شو تجاوب؟ استاذ عادل، اذا اكو امور. نعم، غير مدروسه اخي ظفر،
الامور غير مدروسه، ارتجاليه، واحد ينام يقعد الصبح ده يسوي نداء الارض، شنو نداء الارض؟ خلي يسمعون جمهورنا الكريم، شنو نداء اروح ازرع اشجار بالمدارس والمستوصفات والبيوت؟ صح، حمله تشجير. نعم، حمله تشجير، احنا بحمله تشجير لو حمله تخزين ماي. استاذ عادل، طبعا اكيد راح نرجع وياك، ولكن عندنا جزء من المؤتمر الصحفي لوزير الموارد المائيه الاستاذ المهندس عون ذياب، خلينا نشاهده وراجعين. وكان عندنا تفاهم مع جاره ايران، وصل إلى إنجاز رائع جدا، وهو فتح نهر الكارون منذ نيسان الماضي إلى الآن. هذا خلق لنا فرصة كبيرة لمواجهة موضوع تقدم المد الملحي من البحر. سنويا كان المياه المالحة تدخل إلى البصرة، وكان هناك معاناة كبيرة في البصرة. هذه السنة والحمد لله ولحد الآن المياه في سيحان أحلى من المياه في مركز المدينة. كانت الحقيقة بجهد كبير من الوزارة، قمنا بلقاءات مع نظرائنا في الجمهورية الإسلامية، وقدرنا نوصل إلى تفاهم بشكل هادئ وبسيط وسلس، وكانوا متفهمين لحاجة العراق، وهذا في شيء إيجابي حقيقة. حتى في ديالة أيضا الواردات في دربندخان كانت أفضل من السنوات السابقة، وإحنا نعمل بهذا الاتجاه مع جارة إيران من أجل حل كثير من المعوقات اللي مع جارة تركيا. أيضا كان هناك نشاط في الواقع. إحنا بالرغم من كون نهر الفرات مثل ما ذكرت لكم بأبعاد معينة سياسية لربما، يعني علاقة جارة تركيا بقسد بالحكومة في سوريا، يعني أكو بعض العلاقات الضعيفة أو الخلافات تأثر على حتى على موضوع المياه وإطلاقها، لكن بالرغم من هذا عندنا مباحثات مستمرة مع الجارة تركيا، وأيضا هناك توجه لدى الحكومة، توجه كبير في تحسين العلاقة مع الجارة تركيا باتجاه أن يكون ملف المياه هو الأول، لأن دولة الرئيس شكل لجنة كبيرة رأسها أحد المستشارين في مجلس الوزراء لتحديد أو وضع كافة المصالح التركية في سلة واحدة، وبعد وضعها وضع المياه بالقمة إلى الأسبقية الأولى، وفعلا هناك اهتمام جاد من الدولة والحكومة باتجاه معالجة مشكلة المياه. شاهدنا واستمعنا جزء من المؤتمر الصحفي المطول كان حقيقة من وزير الموارد المائية. سادة حسين، تكلم على إيران وتكلم عن تركيا، أنا لأن دائما هذا السؤال أسئله، وتعرف السوشيال ميديا لما يشتغل والجهات معينة تذب لهم على لهم، العراق واردات المائية من تركيا شقد ومن إيران شقد بالتفصيل وبالأرقام اللي يتكلم عليه الساد عادل؟ نهر الكرخة والكارون أهم نهرين، وكانوا المقطوعات من 2000 وهسه رجع الكارون. هاي من 2000 من 2000 المقطوعات قبل 2003 رجع عنها هسه رجع الكارون. رجع الكارون ال 42 رافد ونهر تكلم عنها صحيح، هذا جانب. لكن النسبة اللي سألت عنها نهر دجلة، هو طبعا بس على نهر دجلة بالنسبة لإيرادات إيران. نهر دجلة من تركيا 56%، تركيا 56%، من إيران 15، من 12 إلى 15%، قول 15، والباقي إيرادات داخلية. إيرادات داخلية، ولذلك دجلة أفضل من الفرات. هذا نقطة. الفرات 90% من تركيا، وهاي 9% نضيفها على سوريا، نضيفها ما عليها أي رافد. مباشرة. نعم. بالنسبة لاتفاقية الفرات المعروفة ويعرفها دكتور عادل، 89 اللي يشرف عليها البنك الدولي، 500 متر مكعب بالثانية حصة العراق 58% للفرات، نحكي سوريا اتفاقية، وسوريا 40% بالضبط. نعم. في حال انه عجزت تركيا انه توفر بهذا الشهر، نقول انطت 400، الشهر الوراء تنطي 600،
الآن الإيرادات اللي توصل سوريا والعراق حتى ما توصل أقل من 200 متر مكعب بالثانية. سوريا والعراق يعني إحنا وصلنا حتى أقل من 100 وصلنا في بعض الحالات. نجي للإيرادات، ليش هسه إحنا بنحكي على دجلة؟ كانت تجينا 40 توصل 50 مليار متر مكعب، هاي نحكي في زمن وفرة، تمام ولا لا؟ أما سد علي سوري تكلمت عنه، كان الاتفاقية الجانب التركي على أنه سد للطاقة فقط، ويشغلون ياخذون منا 25% وطقون للزراعه. الوزير تكلم بموضوع سياسي حساس. نعم. يقول لك انه تركيا لديها مشكله مع قوات سوريا الديمقراطيه قسد. نعم. ومع الحكومه السوريه. زين انت عندك مشكله قاعد تقطع عنهم المياه او تقلل الحصص، العراق شنو ذنبه؟ العرف الدولي لا سياده على المياه، لا سياده على المياه، حقوق مكتسبه حقوق عيش. يعني انت هذه حرب اضرار، انت اليوم دا تسوي جرائم بقطعك للمياه، دا تسوي جرائم. بعدين تكلمنا دكتور عادل على أمطار العراق والشرق الأوسط من المناطق الشحيحة بالأمطار. صحيح. نعتمد بإيراداتنا على ذوبان الثلوج ودول المشاركة المائية. نعم. هاي حصصنا من العراق. تقول لي اليوم أقول لك مشروع القاب راح يوصل 700 مليار متر مكعب، ضرب العراق عن طوق كونكريتي. هسه احنا ما نحكي عن وقت حديث، هذا استغلال الظروف العراق. اما تيجي تقول لي هسه احنا ايش قد نحمل، منو يتحمل المسؤوليه؟ المسؤوليه متكامله مركبه على الكل يعني، وبالمناسبه هو موروث مو نجي، لكن احنا هل نستسلم لهذا الملف؟ ما يصير نستسلم له. اليوم نجي نناقش، انت تفضلت قلت اكو عجز بجانب ايران، واكو شيء بعد، ايران دا تستخدم تقنيات اليوم تقنين. يا اخي انت ليش ما تستخدم تقنيات تقنين هسه؟ فرضا بايران احنا سمعنا دائما نسمع اكو تظاهرات بموضوع عندهم نقص، عندهم مشكله ويا افغانستان، وعندهم مشكله ويا افغانستان. هسه نترك افغانستان بعيدين علينا، يعني احنا نحكي عن المواضيع الحدوديه. عندهم مشكله تظاهرات بالداخل الايراني على شح المياه، بس ما سمعنا اكو تظاهرات وازمه مياه في تركيا. بس انت حليتها، احنا اليوم دبلوماسيه المياه هي تقاسم الضرر في زمن الشحه. هو العراق لحد الان ما عاد بياناته، مو انا قلت لك العراق يخشى يروح لوش؟ العراق سوى مركزين بحثيه وتركيا، واحد ببغداد وواحد بالبصره. نعم. تركيا مجرد تصور مخالفات العراق الى الوزير يحكي على تجاوزات. صح. هذا الـ هذا تصير ذريعه لدول اللي يقول لك انت بالنسبه لك مدى تحتفظ بالمياه؟ ليش اليوم ليش تغيير المناخي ما اثر تاثير سلبي على هذا الجانب هذا؟ طبعا. طيب احنا لحد الان نستخدم بهاي الازمه ب 5 مليار نستخدم ري سيحي؟ مشكلة. زين نسبة التلوث، احنا البيئة اليوم قامت بواجبها وقفت هذا التلوث؟ اليوم عندنا عدالة؟ ما عندنا عدالة بتوزيع المياه. نعم. ابدا. نعم. هسه تعال خلينا نقيسها حتى بالامراض اللي صابت، امراض سرطانية من اسفل بغداد وانت نازل الجنوب دائما مثل ما من اعلى بغداد. انت لا تنسى اليوم اللي يجينا من اول ما يدخل العراق، المياه اللي تدخل هي على مستويات هنا الفعز مالتهم ايش قد نسبتها؟ جودة، يقل الجودة دائما. هي من توصل بغداد وتنزل تفقد جودتها تماما للاسف. خلي ارجع مع الاستاذ عادل. استاذ عادل، اليوم عندنا دائما الخطط الزراعيه باتفاق يكون بين وزاره الموارد المائيه ووزاره الزراعه. هل تتصور انه هذه السنه بالغت وزاره الزراعه بمطالبها بزراعه مساحات اكبر، وتعرضت وزاره الموارد المائيه لضغط بالموافقه على الخطه الزراعيه؟ حقيقة سؤالك رائع. وزارة الزراعة محقة في طلباتها، لأن هي تشوف جمهورها وتقدم، لكن وزارة الموارد المائية هي المسؤولة، وما حد يضغط عليها وما حد يقدر يضغط عليها، لأن هذا مي ما يصنع. أنت عندك هالقد تصرف هالقد، لكن مع الأسف أرد أقول شيء واحد، لا زال الخطط الزراعية نبنيها على أساس كمية المساحة المزروعة. صار سنين أنا أقول غيروا خططكم على أساس إيش قد مي راح تستهلك. يعني على سبيل المثال 1.5 مليون دونم الخطة الزراعية الشتوية، أتحدى وزارة الموارد المائية إذا تقول إيش قد مي راح يستهلكون، خصوصا هم تجاوزوا أكثر. إذا الوضع هذا خطأ، كل شيء يبني على خطأ هو باطل ما يجوز، لأن أنت ما عندك مي. الخطط تنبني ايش قد ما تصرف. على سبيل المثال اليوم عندنا ايرادات تجي من دول الجوار، وتحديدا تركيا لان الثقل الاكبر منها. يعني راح اضرب لك مثل، ارقام اجمع لك اياها وانت احسبها. 600 متر مكعب على دجله حاليا دي يجي، 200 على الفرات هاي 800، 100 يجي من الزاب الاعلى والوسفل ونهر سيروان وباقي اللي انت تريد تعرفه. هاي ايش قصه؟
900 بالشهر، تعرف ايش قد يعني 900 بحدود يعني مليارين، اقل من مليار وربع، مليار وربع يجينا بالشهر. نعم. مليار وربع يجينا بالشهر، اضربها في 12 تقريبا 15 مليار 16 بالضبط. هذا في ادنى اللي هو هسه نحكي به، وقد يوصل اعلى واسفل، وقد يجي عندنا ايرادات ايضا. زين هسه راح يجيك انت حدود 16، اذا ايش لازم تسوي؟ تكفي نفسك ب 16 مليار. اما انت تقول لي راح اروح تركيا واحكي، عمي صار لنا سنين نحكي ويا تركيا، حصلنا شيء؟ لو بس كلام، شرفك وانت يعني صاحب برنامج، صار لك ايش قد نحكي عن تركيا وايران، حصلنا شيء؟ طيب اذا تقول لي لعد الحل، كفي نفسك بهذه. شلون؟ تغير زراعتك، عيد النظر بالسياسه الزراعه. صار خمس سنين يعني بين قوسين كلامك استاذ عادل، يجب ان نستسلم لدول المنبع. مو نستسلم، رجاء شلون اسوي اذا نتركهم؟ لا تقولني ما قلته، روح فاوض، روح حارب، روح قال شو تريد، لكن كفي نفسك. انا مواطن، انا زرعت حنطه اريد مي، تقول لي تركيا ما تعطينا مي؟ ليش خليتني ازرع؟ اذا من الاول تعرف تركيا ما راح تعطيك مي، فتكفي نفسك بهذا. بين ما اخواننا ودوله رئيس الوزراء يلقي حل مع تركيا ويجيب لنا الاطلاقات المائيه. نعم. نخزنها ونعيد النظر بالسياسه الزراعيه. اذا اخي انت اليوم مي قليل، اشتغل على الاساس حتى الى ان يجيك مي وتخزنه وتعيد النظر. صعبه؟ لا سهله ان شاء الله. هذا اللي دا اقوله، عيد النظر بالسياسه. قطعت في طياراتك عاطله، تسويق الزراعي متوقف، ارشاد الزراعي ما صح. يعني شو تريد اعدد لك؟ قطعات زراعيه ضخمه اليوم. ارد اعطي بس جزء ولو دقيقه، لان ادري الوقت راح ينتهي. اتفضل. اليوم العالم شنو الزراعه مالته؟ اريد اقارن لك اليوم بين الزراعه بالعالم وزراعتنا، شو تقول؟ نعم. اليوم العالم الزراعه الذكيه، قطعه ارض 600 متر زرعها فراوله ينتج 25 طن فراوله بالموسم. تخيل 600 متر يعني عدال مساحه صحيح. بيت صحيح صحيح. على وحده اليوم الانتاج. الزراعات الذكيه وصل العالم العربي، انا ما احكي عن برا، احكي العالم العربي، وصل مراحل متقدمه بالزراعه الذكيه. انت وين؟ مصر الاولى بالزراعه الذكيه، الجزائر ثاني، السعوديه ثالث، المغرب رابع، والامارات خامس، والتماشي. انت وين؟ انت خامس اكبر دوله متضرره. نحتاج ثوره بكل هذه المواضيع. بالضبط. ثوره زراعيه. بس 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 نص دقيقه. اتفضل. امريكا والدول الاوروبيه ايش تشتغل؟ كلها ريبوتات. انا قاعد يمك بالموبايل ادز، يطلع التراكتر يكرم. صح. انا قاعد يمك ادق، يطلع الريبوتات تجني. راح ارجع لك، راح ارجع لك، اعطيك وقت استاذ عادل. طبعا احبه المشاهدين، عندنا ايضا جزء اخر من المؤتمر الصحفي لمعالي وزير الموارد المائيه، خلينا نشاهد هذا المؤتمر وراجعين. تقنية جديدة لم يسبق أن دخلت في العراق، وهي استخدام التبطين باللحاف الخرساني. حقيقة هذه أثارت انتباه الكثير من الناس اللي يعني أردت لهم في المؤتمر الأخير لوزراء المياه العرب، وكان الوزير المصري بالذات أثار انتباه هذا الموضوع، حتى قال لي بشكل محدد هذه أنا أتمنى تكون عندنا، لأن عندنا ترع عديدة نحتاج أن نبطنها بهذا الأسلوب، تبطين تحت الماء والماء جاري. هذه طريقة لها تأثير إيجابي، قدرنا نحقق بها نتائج إيجابية، لأن هذه أولا تمنع نمو القصب والبردي. القصب والبردي يستهلك مياه أيضا، هذا النبات يحتاج مي، إضافة إلى هاي يؤثر على سرعة جريان المياه، يعني المياه من تحتك بالقصب والبردي توقف، يعني تقلل السير بها. لكن بهالطريقة قدرنا نخلي اندفاع المياه أسرع، وأيضا نمنع الرشح من جانبي الأنهر. هذه الطريقة أيضا تمنع التجاوز على الأنهر، هذه نقطة مهمة جدا احنا توجهنا إلها،
وبالفعل حققنا نتائج جيدة يعني في مناطق عديدة في شط الدغارة. وكان اللمسة اللي وضعناها في نهر الدغارة في داخل مدينة عفك، حقيقة هاي المدينة مظلومة، مدينة هي تاريخية تمتد إلى آلاف السنين وإلى قيمتها التاريخية، بس مظلومة لكونها مواردها محدودة وما عندها يعني يعتمدون على الزراعة بالدرجة الأولى. فعلا تبطين النهر داخل مدينة عفك حقق نقلة نوعية كبيرة بالمدينة، حتى بشهادة من المسؤولين الإداريين السيد المحافظ والسيد القائم مقام بلغوني أنه حتى كلفة العقارات زادت، قيمتها زادت. يعني هذا دليل أنه إحنا أي عمل نقدمه، عمل بسيط قدمناه، لكن انعكس على الناس، انعكس على المواطن، إضافة إلى جدوى بأن قدرنا نوصل المياه إلى مسافات بعيدة في هذه الأنهار. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. استاذ تحسين لك دقيقه، والاستاذ عادل ايضا حتكون دقيقه. تكلمتوا بموضوع مهم، واثنيناتكم اتفقتوا على شغله واحده، ان الثوره الزراعيه شلون نبدي بيها، شنو اساسيات هذه الثوره؟ احنا الان في مأزق، احنا في مشكله، لا سمح الله مقبلين على كارثه، الوضع حرج. احنا اليوم شلون نطور وسائلنا للعيش، شلون نتجاوز الازمه؟ الازمه قلت لك مركبه، لحد الان نتكلم وعندنا ثقافة المياه ما موجودة، لحد الآن نتكلم وما نعرف باطن الأرض قد بقالنا بي وشون دا نستغله. إحنا ما مو مسألة أنه إحنا اليوم عندنا مناكفات، هذا موضوع مصيري. أنت سمعت من قال هذا يهدد التهديد عام بصورة عامة، لكن أنا يمكن عندي تعليق على الفيديو. أنت اليوم أستاذ أبر تريد تواكب العملية، تبدي ويا العالم من وين ما وصل ومن وين ما بدأ، وإحنا بكارثة. اليوم الاتجاه كله للري المغلق نتيجة شحات المياه، نتيجة تطور الوسائل. أنا أقول اليوم عندنا موارد مالية وعندنا أمكانيات وعندنا طاقات موجودة حتى بالوزارات، هذا اللي لازم نستغله. إذا ما استغلينا هسه وما استغلينا الموارد المالية، ولازم يكون عندنا مصارحة، ولازم يكون المقبل عنده تحمل. على سبيل المثال اليوم بغداد وضعها جدا حرج بالاختناقات، بسبب شنو؟ بسبب شنو؟ زيادة السيارات. لا لا، هسه حاليا ليش اللي زاد الاختناق؟ في سبيل انه نفك هاي الاختناقات، جسور وانفاق تمام. حتى المواطن ما صارت ازدحامات قال يتحمل، قال انه عنده مستقبل افضل. هذا اللي نبحث عنه. احنا نريد نحل ازمه الاختناقات، اذا نتحمل هاي المرحله، نتحمل التعطيل، نتحمل نطلع مبكر، نتحمل الضغط النفسي. نعم. ايضا هذا الملف في الخطر يحتاج مصارحه ويحتاج تحمل. من نقول نوقف الزراعه الاستراتيجيه مو معناه انه احنا راح نعدم فلاحينا. نعم. اكو بدائل. تكلم قال احنا عفنا الانتاج النباتي، روح للانتاج الحيواني. نعم. خلي دقيقه ايضا الاستاذ عادل. استاذ عادل انقطع الاتصال معه، تمنينا انه نختم مع الاستاذ عادل. طبعا احبه المشاهدين، يعني المشكله انه اليوم العمليه السياسيه تعرفون بمختلف الطوائف القوميات الهاي، يعني اليوم اذا انتقدنا تركيا اكو جهتين راح تثور عليك يعني بهذا الموضوع، يعني خاصه اللي مرتمين باحضان تركيا، اصدقاء او اصدقاء تركيا اللي قبلات ويا اردوغان لو يحكون لنا وياهم، بس يعني هم اخويتين، هاي احنا وياكم وهاي واحنا اليوم نمثل النفوذ التركي. يعني البارحه تغريده للسيد ارشد الصالحي ينعى بها جنود اتراك، سماهم جنود الامه، فاحنا نتمنى انه ايضا تتكلمون مع تركيا بهذا الموضوع، اذا ذول جنود الامه وهم محتلينه وداخلين عمق الاراضي وقصف، وتتذكرون قصف السياح العراقيين احنا ما ننسى بسرعه، وللان قطع الانهر وغيرها من هذه الامور مستمر، وما شاء الله اكثر بلد يستورد من تركيا هو العراق، مكافأة على كل هذه الاعمال والانجازات. احبتي المشاهدين، هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد. كل التحيه والشكر للاستاذ تحسين موسى والخبير المائي والاستاذ عادل المختار من اربيل. نلتقيكم بحلقات اخرى، الى اللقاء.